السلام عليكم، حضرتك لو فتحت لايف في الانستجرام راح تقدر تحفظ اللايف في الستوري عندك لمدة 24 ساعة، وبسبب فيروس كورونا والحجر المنزلي والكل منثبر بالبيت طبعا الكل بيفتح لايف، وزادت نسبة استخدام اللايف في الانستجرام بنسبة 70%، فشركة الانستجرام بيختبروا حاليا الميزة ده في البرنامج، وهي انك راح تقدر تنشر الفيديو اللايف عندك في الاي جي تي في، راح يكون موجود مدى الحياة في الحساب عندك يعني. وبس والله، في امان الله.